مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا صوموا وتصحوا على كنار تي في صوت العرب من كندا. هذه للأسف حتكون آخر حلقة من هذا البرنامج، ولكن ليست آخر حلقة مع الناس الطيبة اللي شفناها وتعرفنا عليها واستضفناها في هذا البرنامج على قناة كنار تي في. معنا اليوم في الحلقة الأخيرة الدكتورة كريمة عبدو، لأنه بقولوا وإذا كان ختامها فختامها مسك، وإن شاء الله تكون أيامنا كلها مسك بآخر أيام هذا الشهر الفضيل. أول شيء أنا حابب باسم قناة كنار أبارك لجميع الإخوة العرب والمسلمين العام العيد الفضيل، وكل عام وأنتم بخير، عساكم من عوادة وكل أيامكم تكون خير وبركة وسلام وحب وصحة. أهم شيء الصحة يا جماعة، أهم حاجة الصحة، كل شيء بتعوض في هالدنيا إلا الصحة، إذا راحت لا تعود، وهذا اللي تعلمناه دائما. عشان هيك ربنا لازم بحكينا لازم تنتبهوا لصحتكم، وكل البرامج اللي بنحاول نعمل فيها تثقيف لصالحكم عشان تضلكم معنا إن شاء الله بصحة وعافية. طبعا كل الشكر الجزير للدكتورة كريمة عبدو على ما قامت به من تحضير لهذا البرنامج. جميع الأطباء اللي كانوا معنا في البرنامج شكر جزير لهم، دكتور أحمد مرعي والدكتورة داليا كانت معنا برضو، بشكرهم شكر جزير، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم جميعا. دكتورة كريمة، لك المايك، كلنا أذان صاغية معك. كل عام وأنتم بخير، ويا رب حياتكم كلها تبقى أعياد وأعياد بصحة. العيد ما يبقاش عيد إلا وإحنا مقضيينه بصحتنا. تخيلوا يعني إحنا وإحنا بنفرح ومستنيين العيد إحنا بندعي من كل قلوبنا لأي حد مريض إن ربنا يديله العافية والصحة، أي حد في مستشفى إن ربنا يطلعه بالسلامة، لأن فعلا الصحة زي ما بيقولوا تاج على رؤوس الأصحاء، ما بيحسش بقيمتها فعلا إلا لما يعني بعد الشر بيفقدها. فإحنا كل كلامنا وكل اجتهاداتنا وطول الشهر وإحنا عمالين بنتكلم وبنحاول إن إحنا نضع دعائم، مش إن إحنا نقول كلمات وفي حلقات وتنتهي، لا، إحنا لو لاحظتوا إن إحنا بنجيب مواضيع تبقى يعني غرس، بنغرس أصول وبنغرس ثقافات وبنغرس عادات وسلوكيات. هو ده أهم حاجة. النجاح بيبدأ بخطوة، الفلوس بتبدأ بدولار، الجسم النحيف بيبدأ بأنه ينقص 100 جرام عشان تبدأ تخس من أول 100 جرام تفرح بيهم. فما فيش حاجة بتيجي مرة واحدة، كل حاجة بتيجي بالتدريج، وكل حاجة لازم يبقى لها بدايات. لو انت فضلت قاعد ساكت وتأجل وتقول بكرة أعمل، بكرة طبق، بكرة نفذ، مش هتنفذ. لو انت ما من أول رمضان ما اشتركتش معانا وما نفذتش وما حاولتش ان انت تصلح من صحتك، عندك الفرصة. احنا زي ما بنقول ان الكلام مش لرمضان لوحده، بس هو كان رمضان ده شهر الانطلاق. يعني انت عشان تقرب من ربنا، لو ما قربتش في رمضان هتقرب امتى؟ وما تقولش ان انا قربت من ربنا في رمضان خلاص وبعد رمضان كل سنة وانت طيب، لا، احنا انت دي البداية، القرب من الله البداية بتاعته رمضان، هو لانه شهر النفحات، شهر الانوار اللي بتنزل عليك من عند ربنا سبحانه وتعالى في ليلة خير من الف شهر. فأنت بتقدر تتغلب على شهواتك وعلى كل ما أحل الله ليك في نهار رمضان، وبتقول لا ده أنا عشان ربنا، تقدر تكمل بقى. زي ما قلت لك امبارح ان انت لازم انت تعرف كده، ده اختبار، شهر رمضان عشان اختبار انت عندك مقدرة وعندك عزيمة وعندك استطاعة ولا لا. انت بتقول له ايوه يا رب عندي، انا نجحت وعندي وصمت الثلاثين يوم وصمت أيامي كلها ما فطرتش ولا يوم بدون عذر، فأنا كده ده أنا واحد عزيمتي جبارة،
يبقى العزيمة الجبارة دي تقدر تعمل كل حاجة. بعد رمضان مش هنلخبط في أكلنا، احنا اتعودنا خلاص، هذا اتعودنا سؤال ان اليوم، ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان خلينا ماشيين على نفس النظام، ماشيين على شوف احنا كنا بنمشي ازاي. خلي بالكم يا جماعة دلوقتي الترند العالمي في الدايت الصيام المتقطع، يعني ده واخدينه ترند دلوقتي يعني على مستوى العالم كله، اكبر احدث نظام واحدث صيحة في الدايت وفي الرجيمات هي الدايت اللي مبني على الصيام المتقطع، اللي هو ايه؟ اللي انت بتاكل وجبتين اتنين في اليوم وبتصوم بقية اليوم. فاللي كان ماشي على النظام ده قبل رمضان مش هيحس ابدا برمضان ولا صيام ولا ارهاق ولا اي حاجة ابدا. الصيام المتقطع ده حاجة كويسة جدا. انت بس هو الفرق بينه وبين صيام رمضان ان انت يعني صيام رمضان بيسموه الصيام الجاف لان انت صايم عن كل شيء، اما في الصيام المتقطع انت مصرح ليك تشرب مية، تشرب اعشاب، تشرب قهوة، تشرب شاي، ولكن ما فيهوش سكر. الصيام المتقطع ما فيهوش سكر نهائي وما فيهوش كربوهيدرات، فانت لان بيعمل نفس الفاعليه بتاعت الصيام، هو بيدخلك في حاله الاوتوفيجي برضو للالتهاب الذاتي وبتجدد خلايا جسمك وبتعالج، يعني استخدموا الصيام المتقطع ده في علاج امراض كتير جدا وفعلا تحسنت، واهمها مرض السكر، وخصوصا السكر اللي هو لا يعتمد على الانسولين اللي هو بياخد حبوب بس. فخلينا بعد رمضان خلينا منظمين في اكلنا، خلينا الوجبات اللي قلنا مهمة جدا طول رمضان، طبق السلطة خلينا ماشيين عليه. اعرف كويس قوي ان حياتك جوه الطبق ده، فيتامين ايه، فيتامين سي، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك، كله موجود في الطبق ده. مضادات الاكسدة اللي هتحميني من الشوارد الحرة موجودة في قلب الطبق ده، احط عليه معلقة زيت الزيتون، وخلينا ماشيين على الستايل ده على طول، وانت هتشوف صحتك بقت عامله ازاي. طبعا يعني هو احنا بنتكلم في كلامنا كله عن التغذيه وعن الاكل، ده ما يمنعش ان احنا نقول احنا كنا قريبين قوي من رمضان، من ربنا في رمضان، كنا بنصلي اوقاتنا كلها، كنا بنصلي قيام ليل. ما تحرمش نفسك من الروحانيات دي، دي نفحات من ربنا سبحانه وتعالى، فانت ما تحرمش نفسك منها، استمر عليها، استمر هتلاقي كل ده مع استمرارك في الطاعة واستمرارك في الأكل الصحي، هتلاقي كل يعني خلايا جسمك أصبحت مستعدة لاستقبال الحياة الجميلة، لاستقبال راحة البال، لاستقبال النورانيات من الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك ماشي خفيف على الأرض، مش مثقل البعد عن الطاعة وتحميل الجسد ما لا طاقة له به من أغذية ومن أطعمة ملهاش أي لازمة وكلها حاجات غير صحية بتخلي جسمك تقيل، مش تقيل في الوزن، لا، حتى لو أنت رفيع نحيف بتحس إنك في تصاقل. ما لكم يعني إذا قيل لكم انفروا تثاقلتم، ثاقلتم إلى الأرض، تلاقيه يعني عايز تقعد، عايز تنام، مش قادر تقوم، والله همدان، يعني عايز أعمل الشغلانة دي بس مش قادر، مع انك مش تخين ولا حاجه ولكن جسمك تقيل، جسمك محمل بالاثقال. فخلينا محافظين على عباداتنا زي ما احنا، صحيح مش هنقدر بقى نصوم زي ما احنا كنا صايمين، بس خلينا نجرب يعني بعد رمضان بعد العيد ان شاء الله وتعيده ممكن ابقى اعمل لكم حلقه عن الصيام المتقطع لانه مفيد جدا، انا شخصيا مجرباه وعمل معايا حاجات حلوه قوي. يعني خلينا ماشيين على تنظيم أكلنا، تنظيم وجباتنا، ما ناكلش وننام، ما نتعود بقى، احنا تعودنا نفطر الساعة 6 ولا 7، خلي هي دي عاداتنا، أقصى حاجة ما تدخلش معدتك أكل بعد الساعة 8 بالليل، 9 بالكتير، وخلاص اقفل على كده بقى. لقيت نفسك جعان اشرب مية، احنا قلنا الجوع ممكن يكون جوع وهمي، يعني صحيح. لقيت نفسك جعان اشغل نفسك بأي حاجة وافهم جسمك بقى، اتعلم. احنا طول الحلقات بنحاول رسالتنا ان احنا نفهم جسمنا، افهم جسمك صح، شوف جسمك عايز ايه، شوف جسمك بيطلب ايه، اما يجي يطلب الحاجات المضرة قول له لا،
احنا يعني كان في حلقة كنا مفروض نعملها، بس دكتور جمال بقى قال لي لخص لهم الحلقات، كان عن الميكروبيوم. ان شاء الله بعد العيد بإذن الله نبقى نقدمها لكم في اي مناسبة تانية، إن شاء عشان الله. الحاجات كلها مرتبطة ببعضها، كلها انك تفهم جسمك بيجرى فيه ايه. اقروا وخشوا، وانا عايزاكم كل رؤوس المواضيع، احنا يا دوبك عشان وقت الحلقه كنا بنضغط الحلقه على قد ما نقدر عشان نجيب حاجات. خشوا النت دلوقتي، بدل ما تقعد تعمل شات وتقعد تعمل حاجات ملهاش لازمه وتضيع وقت، خش كده وتصفح وامسك رؤوس المواضيع كده اللي اتكلمنا فيها وخد المزيد وتعلم العلم ربنا امر بيه. مش لازم العلم في جامعات ومدارس، اتعلم ازاي تتعامل مع جسمك. جسمك جميل وامانه عندك وحبيبك، هو ده اللي ماشي معاك انت في اي وقت ولا اي قعده ولا اي عزومه ولا اي سهره، كله بيمشي، واللي بيرجع معاك جسمك. لو انت معزوم بره هو اللي راجع معاك، اللي بيبقى ما انتش قادر تجر رجليك من كتر الاكل، وهو اللي قاعد معاك في البيت لما تبقى انت عامل العزومه والناس كلها تسيبك وتمشي، وهو اللي قاعد معاك ويفضل بقى يديك. بقى انت حر بقى، شوف هو هيديك ايه من خيرات ربنا بقى، طيب يدعي عليك ويبقى زعلان منك ويعاند معاك. اوعى تفكروا ان الجسد ملوش لغه، ده في لغه اسمها لغه الجسد، هو وله ذاكره، كل خليه من خلاياك ليها الذاكره بتاعتها اللي هي تبقى في تحدد بالمواقف انت عملت معاه ايه، امتى صالحته وامتى حيلته وامتى طبطبت عليه. هنصالح اجسادنا ونصالح اجسامنا ونتعامل معاها بمحبه، ونتعامل معاها انه حد صاحبي قوي وملازمني في كل حياتي، هو ده اللي هيفضل ملازمك لغايه اخر خطوه بعد عمر طويل معاك، هو داخل معاك، كل الناس ترجع لكن هو ده اللي داخل معاك. فحافظ عليه عشان ما تسألش عنه يوم القيامة. ويا رب أتمنى لكم جميعا وأرجو من الله أن يمنحكم جميعا الصحة والعافية، وعيد مبارك عليكم. ومش هتقل عليكم بقى، ومش هوصيكم ما تقلوش الكحك، وأقول لكم بسرعة المفاجأة بتاعتكم. احنا اتفقنا ان احنا هناخد اكتر خمس اشخاص، ويا ريت يكون منهم مرضى سكر، التزموا بالكلام وحققوا ان شاء الله يا رب تكون حققت 30% من الوصايا والحاجات اللي قلنا عليها في خلال البرنامج بتاعنا. دولت هتبقى هديتهم ومكافئتهم ان احنا لمدة الفائز الاول والفائز الثاني، طبعا هتتحدد بقى نسبة الجائزة على حسب انت حققت نسبة قد ايه من الالتزام اللي التزمته مع جسمك وصلحت بيه من صحتك. الفائز الاول والفائز الثاني هيبقى ليهم شهرين متابعة اسبوعية واو. نكمل معاهم نظام الاكل الصحي، وازاي يفهم جسمه صح، وازاي يعمل دايت لو هو، وخاصة لو وزنه اوفر ويت، لو حد وزنه اوفر ويت، لو حد نحيف هنمشي معاه نظام النحافة، علاج النحافة بطريقة صحية وطريقة سليمة، وبحيث ان بنعلمك ازاي تتعامل مع جسمك، مش كل كذا وكل كذا، لا هنعلمك ازاي تتعامل مع جسمك. الفائز الاول والتاني لمدة شهرين، الفائز الثالث والرابع والخامس ليهم شهر متابعة مجانية كل اسبوع يوم نتواصل فيه. دكتور جمال هيديكوا الرقم، هيكتب لكم الرقم بتاعي على الواتس والواتساب، ونتواصل من خلال الواتساب، اعمل لكم النظام بتاعكم لمدة شهر برضو، وبعد كده اقول لكم تعملوا ايه وتمشوا ازاي. إن شاء ودي الله. يعني ممكن تقولوا ايه ده، احنا كنا عايزين حاجة هدية عينية، بس صدقوني دي اكبر هدية ممكن اهازي بيها حد، يعني العزيز عليا قوي بهديه بحاجة زي كده، يعني لان فعلا صحتك لا تقدر بثمن. أكيد أكيد دكتور. أرجو من الله إن أنا أشوفكم على خير، وعيد مبارك عليكم يا رب، وتقضوا العيد بصحة وسعادة، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية والأمة العربية كلها بخير، ومصرنا بخير، وكل الدول العربية والأجنبية ودول العالم كلها يا رب يعمها السلام ويعمها الخير. ومن قلب مصر أنا ببعت لكم تحية ومباركة بالعيد من شعب مصر كله.
كل عام وأنتم بخير جميعا في كل أنحاء الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا شكرا جزيلا دكتورة على هذه المفاجأة الرائعة لجمهورنا. دكتورة طبعا هي أخصائية واستشارية وعندها عيادتها الخاصة، فهي تشارج بيبل على الشغلات هاي، بس قدمت هاي الجائزة للمتسابق اللي حضرونا والتزموا، فإن شاء الله رب العالمين نرى أسماء كثيرة. حنعمل قرعة إن شاء الله بعد هذه الحلقات، وحنعلن عن الفائزين ونوصلهم بالدكتورة، وأي واحد بده يعمل استشارة مع الدكتورة ممكن يتواصل معي عشان نعطيه الرقم وهو بتواصل مع الدكتورة ورح أسبه مباشرة. طبعا الحلقات هاي كانت أكثر من رائعة دكتورة، أنا بدي أشكرك من صميم قلبي فعلا، ندعو لك بالخير. بهذه المناسبة برضو بدي أشكر الدكتور أحمد مرعي والدكتورة داليا وائل اللي كانوا معنا في بعض الحلقات، معظم الحلقات معنا الدكتورة كريمة كانت، فكريمة كانت علينا وإن شاء الله تظلها كريمة يا رب. مرة تانية باسمي وباسم كنار تي في ندعو لكم جميعا ونقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير، نراكم في حلقات قادمة إن شاء الله في موضوع الصحة بعد رمضان، وتصبحون على ألف خير. مع السلامة.